القيمه هو ده اللي دمياط بتصدره. الشغل النمطي بيتعمل في مصانع في القاهره وبيتعمل في مصانع في البلاد اللي احنا اللي بيروح لها الشغل اصلا. فنوعيه الاساس اللي بيتصدر بره في دمياط من دمياط للخارج هو الاساس الكلاسيك. ازمه دمياط هي ازمه الشغل الكلاسيك اللي هي دمياط بتعمله، مش ازمه الشغل مودرن ولا ازمه شغل عادي. وازمه الايماجي بالذات اللي هو المهني، احنا بنصدر، عايز اقول بنصدر قطع فنيه. هي مشاكل اللي بدات فيها تدريجيا، في الاول كانت بتشتغل يدوي بنسبه 100%، بعد كده دخل فيها المكن اللي هو احنا بنسميه دلوقتي المكن البلدي. ده الكلام ده من حوالي 25-30 سنة، وكان في دمياط في الاول اول مجال المكن ده كان عامل ازمه برضو عند الناس، ازاي المكن لا هيقعد الناس مش هتشتغل، لا الكلام ده، بل بالعكس هو عمل اضافه في الحفر. هنا في دمياط المشهوره في الصالون ممكن يبقى الحفر بالنظام الايطالي او الفرنسي، وفي صالونات شهيره عالميا فيليب وابيسيون قلدهم الدميطه وابدعوا فيهم وانجزهم انجاز كبير لانه يضاهي اي انتاج في العالم. في وقت من الاوقات في مرحله الستينات مثلا لما كان في مد قومي مصري عروبي انتقل لصانع الاساس الدمياطي وعمل اساس باسماء تواكب هذه المرحلة السياسية، وعمل صالون كان اسمه صالون جمهورية مثلا، كان بيعبر عن مرحلة انتقال مصر من دولة ملكية إلى دولة جمهورية. كذلك لم ينسى تاريخه الإسلامي والعربي، وعمل حفر عربي وحفر إسلامي، إذا كان مرينا بمراحل مصر قديم قبطي إسلامي حديث. فالدمياطي كان طول الوقت بيعبر عن المراحل دي بالحفر والصناعة.